سر المعجزات. سر المعجزات. الآن الدكتور ذاكر حسين جاء إلى هنا وألقى محاضرة. كل الناس الذين جاءوا إلى هنا للاستماع إلى المحاضرة والقرآن، أدعو الله أن يعيشوا هم وعائلتهم في سلام. حسنا، الآن أنا اسمي ناريان وأنا هندوسي، ولكنني مؤمن بالقرآن، مؤمن بالكتاب المقدس، مؤمن بالغيتا، أنا مؤمن بهم جميعا على السواء. لكن أود أن أسأل الدكتور المحترم، لماذا يوجد كنوع من الطبقية شيخ وسيد وملة وباثان؟ لماذا يوجد كنوع من الطبقية البرهمي والكشتري والشندل والشوادرة؟ أريد جوابا على هذا الآن. الأخ قبل أن يسأل سؤاله قال أنه يوجد مئات الآلاف من الناس قد حضروا هنا، وهو يرجو أن يحل عليهم السلام، ثم قال أن الدكتور ذاكر جاء إلى هنا ليعطي رسالة جيدة، ثم سأل سؤالا أنه هندوسي ولكنه أيضا قرأ ويؤمن بالقرآن، يؤمن بالكتاب المقدس، يؤمن بالفيدة، وهو يسأل لماذا يوجد باثان وشيخ وملا وبرهمي وكشتري. فيما يخص السؤال لماذا يوجد باثان شيخ ملا، هذه أسماء عائلات، فكون الشخص شيخ أو ملا أو باثان فإن هذا لا يجعله أعلى من أي أحد. القرآن يقول في سورة الحجرات الآية 13، القرآن says in سورة الحجرات chapter number 49 verse number 13، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Into nations and tribes so that you shall recognize each other. Not that you shall despise each other. And the most honored in the sight of. المعيار للحكم عند الله سبحانه وتعالى ليس الجنس ولا الطائفة ولا اللون ولا السن ولا الثروة، ولكنها التقوى. فكون هذا الشخص ولد في عائلة ملة أو عائلة أو خان أو عائلة شيخ لن يأخذه هذا إلى الجنة، ولكن التقوى هي التي ستدخله الجنة. ولكن هذا مفهوم الإسلام. أما في مفهوم الهندوسية يقول الفيداس إن الإله العظيم خلق البرهميين من الرأس والكشاترية من الصدر. البرهميين هم الطبقة المتعلمة، الكشاترية هم الطبقة المحاربة. الإله خلق من بطنه أو أفخاذه طبقة الفاشية وهي طبقة رجال الأعمال، ومن الأقدام طبقة الشوادرة، وهؤلاء هم طبقة الخدم والعبيد. هذا هو مفهوم الفيدا. في الإسلام لا يوجد أحد أعلى أو أدنى من أحد بسبب مولده. لا يوجد نظام الطبقية في الإسلام، ولكنها موجودة في الهندوسية. ولمزيد من التفاصيل يمكنك الرجوع لشريط الفيديو الخاص بي التشابه بين الإسلام والهندوسية. والآن بالعودة إلى سؤالك الجزء الأول منه، أنت قلت أنك تؤمن بالقرآن وتؤمن بالكتاب المقدس وتؤمن بالفيدة. أنا أطلب من الناس على الأقل أن يؤمنوا بأن هناك كتاب واحد هو كلمة الإله بنسبة 100%. ليس اثنين أو ثلاثة أو أربعة على الأقل كتاب واحد. المسيحي سيقول أنا أؤمن بأن الكتاب المقدس هو كلمة الإله 100%. الهندوسي سيقول أنا أؤمن بأن الفيدة هو كلمة الإله 100%. المسلم سيقول أنا أؤمن بأن القرآن هو كلمة الإله 100%. أنت ما شاء الله تؤمن بكل الثلاثة. والآن هل تعرف أنه يوجد أشياء عديدة متناقضة بين القرآن والكتاب المقدس والفيدة؟ دعنا من مناقشة ذلك، ولكني أطلب منك اليوم على الأقل اتبع المشترك بينهم، على الأقل المشترك بين الفيدة والكتاب المقدس والقرآن والتي تؤمن بها. على الأقل اتبع ذلك. تعاليم هذه الكتب الثلاثة تقول بأن الإله واحد، وهذا الإله ليس لديه صور، ليس لديه منحوتات، ليس لديه رسوم. وهذا مذكور في الكتاب المقدس في سفر الدثنية الإصحاح السادس الآية رقم 4، حيث يقول موسى عليه السلام اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد.
إذا قرأت الكتب الهندوسية ستجده مذكورا في أوبانيشاد الفصل السادس القسم الثاني آية رقم واحد، الإله واحد ليس له ثاني، ومذكور أيضا في أوبانيشاد الجزء الرابع آية 19، وفي لذلك الإله لا يوجد براثيمة. براثيمة بالسنسكريتية تعني صور، رسوم، منحوتات، تماثيل، نحت، صنم. لذلك الإله لا يوجد براثيمة. لذلك الإله لا يوجد صورة له ولا صورة ضوئية. ليس له صور مرسومة. ليس له منحوتات. ليس له وثن. ليس له تمثال. القرآن يقول نفس الشيء في سورة الإخلاص الآية من رقم واحد إلى رقم أربعة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. The absolute, the eternal. He begets not, nor is he begotten. أنا أسألك سؤالا، هل تؤمن بإله واحد يا أخي؟ Do you believe in one God, هل تؤمن بإله واحد؟ أنا حتى الآن أؤمن بإله واحد. هل تؤمن بعبادة الأوثان؟ هل تؤمن بعبادة الأوثان؟ ماذا قال؟ عبادة الأوثان. أنا لا أؤمن بعبادة الأوثان. ما شاء الله ما شاء الله. أنا لا أؤمن بإعطاء أشكال الإله. أخونا يؤمن بإله واحد ولا يؤمن بعبادة الأوثان. دقيقة واحدة، الله تعني الذي يغفر الذنوب، تعني الذي يمنع من الذنوب. هذا هو الله. هذا تعريفك أنت. هذا ليس التعريف الصحيح. تعني الذي يغفر الذنوب، تعني الذي يمنع من الذنوب. هذا هو راما. راما ليس رجلا، ليس له أي أشكال. الإله ليس له أي أشكال. الإله هو فقط إيمان وحق، هو الذي يعطي الرضا. أنت صورة من صور الإله. الدكتور ذاكر هو نوع من أنواع الإله. إنه دعا الناس فجعل الكثير من الناس إلى هنا، ولكن هذا الإله ما قلته أخي مذكور في كتابك الفيدة الكتاب الأول الترنيمة 164 الآية 46. الإله واحد، الحق واحد، ولكن السيجس كان المتعلمين يدعونه بأسماء متعددة. أنت قلت أن الدكتور ذاكر نايك إله. الدكتور ذاكر ليس إلها ولن أكون أبدا. أنا مخلوق من خلق الإله. أنا عبد لله. أنا عبد لله ولست الله. ليس بمجرد قولك عني أني إله أصير إلها. إن وافقتك على هذا فإنك ستسحبني إلى النار. أنا لست الله، أنا عبد لله. وكذلك أي إنسان لا يمكنه أن يكون الله، لا يمكن أن يكون بدوان، لا يمكن أن يكون إشوار. بنفس الطريقة راما. راما كان إنسانا جيدا. إذا قلت أنه أفطار، كلمة أفطار هي من قسمين وتعني مرسل من عند الإله، ولكن ليس إلها مرسل من الإله. لذلك إذا قلت أن راما هو أفطار، فيعني ذلك مرسل من عند الإله. إذا قلت ذلك فليس لدي أي اعتراض. إذا قلت أن راما رسول من عند الإله، فربما يكون كذلك أو لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يوجد 124 رسول أرسلوا من الإله، ذكر منهم بالاسم 25 في القرآن. راما ربما يكون رسولا من عند الإله وربما لا. أنا لا أستطيع أن أجزم بالقول. حتى لو كان راما مرسلا من عند الإله، حتى إن كان كريشنا مرسلا من عند الإله، فإنهم أرسلوا فقط لأولئك الناس. ولذلك الوقت اليوم البشرية كلها، سواء من يعيش في الهند، سواء من يعيش في الهند أو أمريكا أو كندا أو المملكة المتحدة أو السعودية، فإنه يجب عليهم اتباع آخر الرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم.